انت حتى بدعوتك دي هتخلي المكره على ارتدائه هي خلاص كده انتعشت واخدت منك سق الغفران؟ لا، يعني دعوة لا تخلو من الاندفاع الغير قويم، ومن اللغة الغير حكيمة، ومن البعد النفسي الغير سوي. طيب خليني، ما هو برضو احنا ما زلنا مش عارفين، هل الحجاب فرض وفريضة على المرأة أم هو حرية؟ لا، هو أولا الله فرض عليه. طب ما في ناس فرضت الأصول الخمسة وما بيأديهاش، مثل الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. الفرض فرض، ده لا جدال فيه، سواء بالممارسة الفعلية أو بما جاء في الأحاديث النبوية الكثيرة أو بما جاء في أمر الله سبحانه وتعالى لرسوله، بأن يعني نسائي وبنات المسلمين عليهن بهذا الاحتجاب أو بهذا الحجاب. في ناس بتفسروا تفسير، وذلك أنا بختار كلمة الزي الإسلامي المحتشم. ناس تقول لك لا، ده دول كان خاص بنساء النبي وامهات المؤمنين وبعدين في الآية تقول لك يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هذا قول وفيه طبعا بعض الصدق، لكن لماذا لا ترتدي البنت؟ ولذلك انا قلت لك في الاول ان انا بحب كلمة الزي الإسلامي المحتشم، بمعنى الذي لا يصف ولا يشف ولا يلفت النظر. انا ارى بقى التشدد على الطرفين، واللي في النص مسكينة المرأة. المرأة دي العوبة الحضارات كلها على فكرة. هذا حدث في اليهودية، وحدث في الرومانية، وحدث جزء على أخف في المسيحية، وحدث في الإسلام خصوصا بعد اختلاط الثقافات لدول الجوار للثقافة المصرية نتيجة هجرة الملايين الذين ذهبوا واشتغلوا في دول البترول وعادوا بهذه الثقافة المتشددة في المظهر. وأنا هنا كم تكلمت وكتبت، قلت الآتي: أود من المرأة المسلمة التي يعني ترتدي الزي الإسلامي، ده شيء رائع وجميل، وده جزء من شخصيتنا ومن هويتنا ومن خصوصية ثقافتنا ومن أمر عقدي ما فيهوش أبدا رفض. بعد كده من شاء فليلبس ومن شاء من عنه ما يلبس. الله سبحانه وتعالى لا يكره إنسان على حتى على العقيدة به سبحانه وتعالى، يبقى هيكره الإنسان أو المرأة على أنها تلبس ما تشاء؟ أدي واحدة. الثانية يا أستاذة رشا، إن إحنا أود من كل صاحب دعوة فيها هذا النوع من الشو. مصر الآن لا تحتمل مثل هذا النوع من إشغال الناس بقضية أصبحت منتهية. اللي أنا عايز أضيفه للمرأة وللبنت، البس يا ستي ما تشائي في إطار الاحتشام، والاحتشام ليس في هذه الجاكيت ولا في هذا الجلباب. هناك بعض الناس تتطرف تقول لك لا، الزي الاسلامي لازم يبقى عبايه وجلباب. ابدا، لم ياتي زي اسمه الزي الاسلامي البسي موديل، لان الاسلام مش مصر ولا الجزيره العربيه، الاسلام اسلام البشريه كلها. وزي ما قلت لك، انما الزي الاسلامي المحتشم بالمواصفات اللي انا اشرت اليها، بانها لا تشف ولا تصف ولا تلفت النظر. الاسيويه عندنا الطالبات الاسيويات يلبسوا البنطلونات وعليها القمصان لتحت الركبه، الاوروبيات يلبسوا يعني اقرب الى مظهر اللي هي الجوبات الماكس عليها جاكيت او وماذا عن غطاء الشعر؟ ما هي هنيجي بقى، ما هو الحجاب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. مش جيوبهن، الخمر هنا. اه، الخمر ما غطى الراس وانسدل على الصدر، لانه كانت الزي زمان يبقى المنطقه دي في عصر الجاهليه مرميه كده، جزء كده وجزء كده. وده حتى اقرب ما يكون لبس المراه الهنديه اللي هي تحط الشال كده او الطرح الساري الهندي. الساري الهندي. اذا ضرب الخمر
على الرأس ما يختمر فيه الرأس وما ينسدل على الصدر. وده حتى اللي أنا بستشهد به في من شوف بقى هنا التطرف برضو لازم أقف قليلا. زي ما تطرف الأستاذ شريف في دعوته الغير قويمة، تطرف من ادعوا أنفسهم بالإسلام السلفي وقالوا لا ده لابد المرأة من أنها تنتقم من رأسها إلى أخمص قدمها. وأنا ما عنديش في الإسلام ما يجبر لذلك، بغض النظر عن بعض الآراء الفقهية التي جاءت من قبل بعض الفقهاء اللي تأثروا بزمانهم وببلادهم زي عبد الله بن مسعود، راجل بدوي ورحب بهذا. أوكي هو حر. إنما أنا قلت الآتي، لو هذا النقاب مفروض على المرأة، ما شوف واحد بيقول لك اخلع الحجاب وناس يحط النقاب أنه شرط إسلامي على المرأة، فأنا رديت عليهم قلت لهم لو أراد الإسلام أن يجعل النقاب ملزم به المرأة قال لك كان يقول الحق سبحانه وتعالى، لأن ألفاظ القرآن دقيقة جدا.